السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير بتخاف تربي كوكتيل لأن الكوكتيل ده والله من أحسن أنواع العصافير اللي أنت ممكن تربيها عندك. وليه الكوكتيل بالذات؟ لأن الكوكتيل حاليا دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده بقى من العصافير المربحة جدا. طب أنت ليه بتخاف من الكوكتيل؟ هقول لك ليه. لأن في ناس كتير جدا بتخاف من الكوكتيل إن هو يقول لك بيتأخر في وضع البيض، بيقوم من على البيض فجأة. طبعا الحاجات دي كلها ممكن انك انت بتتغلب عليها، ولكن انتاج الكوكتيل ممتاز جدا جدا، وهو كمان من احسن انواع العصافير اللي ممكن تربيها، ما تعملكش اي ازعاج الا لما يكون جعان بس. طب ازاي نربي عصفور الكوكتيل؟ وده موضوعنا اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. اول حاجه علشان خاطر تبدا انك انت تربي عصافير الكوكتيل، اهم حاجه تكون البدايه بتاعتك بدايه صح. بداية صح ازاي؟ ان انا لما اشتري كوكتيل اشتريه شبابات، ما اشتريش عصافير كبيرة وشغالة ويضحك عليا في السوق او في اي مكان بشتري منه العصافير ويقول لي الجوز ده شغال وهيشتغل عندك الاسبوع ده، بص البيضة اهي والبيضة صح تبقى باينة في المخرج بتاع النتاية وتروح البيت عندك تبيض وكل حاجة، ولكن لازم يكون فيها، لازم يكون في عيب. ما حدش هيبيع عصافير شغالة الا لازم يكون في عيب. ايه العيب دوت؟ ممكن يكون العصافير دي بكل حاجة بتنتج وكل حاجة وزي الفل، ولكن يكون عندها مثلا داء التمليح. التمليح دوت اللي هو العصافير بعد ما بتطلع من البيضة تبص تلاقي بيقعدوا يملحوا من العصافير الزغاليل الصغيرة، والزغاليل الصغيرة دي ما بتكبرش وبيبقى مشكلة كبيرة. فأنت أحسن حاجة عشان تمنع نفسك عن المواضيع دي كلها من أي حاجة بتكون مصابة للعصافير الكبيرة الشغالة، لا أنت تشتري عصافير تكون شبابات أنت اللي تربيها عندك في البيت، وبعد ما تكبر تبدأ أنك أنت تنتج منها. يعني زي ما بيقولوا كده، يعني حاجة عندك بيتي، يعني انت شاريها وهي زغاليل وهي صغيرة وربيتها عندك، ولما كبرت بقى تبدأ تشتغل عندك. طب ازاي ان انا ابدأ البداية الصح؟ زي ما قلت لك، اول حاجة بنعملها ان احنا بنشتري شبابات تكون عصافير كوكتيل سنها من 4 لـ5 شهور، تكون لسه صغيره ما تكونش كبيره ما تكونش اشتغلت قبل كده خالص عند حد، واول شغل يكون عندك انت. ده اول حاجه. الحاجه التانية انك انت تختار لها المكان اللي انت هتربيها عندك في البيت، وطبعا يفضل ان انت تربيها في البلكونه ما تربيهاش جوه الشقه. ليه؟ لان جوه الشقه بتكون الرجل رايحه جايه ورايحين جايين عليها، وطبعا الكوكتيل بيحب جدا الهدوء وبيحب الامان، يحس بالامان، يحس ان محدش رايح جاي عليه كل شويه. فانت لما بتربيه في البلكونه بتخش عليه كل فين وفين، فطبعا ده بيكون امان ليه. بتختار المكان الصح ان انت هتربي فيه العصفور. تاني حاجه بتبدا انك انت تجيب له قفص كويس جدا، والقفص الكوكتيل بيكون معروف في السوق ومقاسه بيكون معروف، مقاس الكوكتيل اللي هو بيكون 60 في 40، وده بيكون انسب من انواع الاقفاص موجوده في السوق متوفره جدا. تقول انا عايز قفص كوكتيل، وممكن كمان لو انت يعني مش مقتدر ان انت تجيب قفص جديد ممكن تجيب اقفاص قديمه من عند اي حد في سوق الجمعه، بتلاقي السوق القديم بتكون متوفر جدا، الاقفاص دي موجوده قديمه وبتكون رخيصه وكل حاجه وبحاله جيده جدا. بتجيب القفص سليم بتعلقه عندك في البلكونه على مسمار يكون ثابت على حرف ال علشان خاطر القفص لا يتحرك لا يمين ولا شمال. طيب ايه تاني؟ هل انا هعلق له العش؟ لا، ما علقلوش العش خالص الا لما يبدا ان هو يكبر ويبلغ وخلاص ويصل سنه من 10 شهور الى 12 شهر. وانسب ميعاد ان احنا نبدا نفرغ فيه الكوكتيل هو ال 10 شهور، من 10 شهور ل 12 شهر تبدا انك انت تعلق البياضه. البياضه طبعا برضو بتاعت الكوكتيل متوفره في السوق ومعروفه ومقاسها معين، بتعلق البياضه صح في القفص، خلاص بدا انك انت كده خلاص عندك المكان وعندك القفص وعلقت البياضه لما سنهم وصل 10 شهور، تبدا انك انت بقى تلاقي بسم الله ما شاء الله الانتاج عندك يبقى زي الفل، لان العصافير دي عندك من انتاجك انت. بتبدا انك انت تربي العصافير على بقى ايه؟ اول ما تجيبها انك انت تنوع لهم في الاكل، وتعود العصافير دي انك انت دايما تنوع لهم في الاكل عشان خاطر صحتهم تبقى كويسه، ويكبر العصفور عندك يبقى صحته كويسه، والذكر يبدا يخص بالنتايه ويجيب معاك انتاج كويس جدا. طيب ليه العصافير الكوكتيل بالذات سعرها ممتاز جدا في السوق؟ ما سعرها ما بينزلش، بالعكس سعرها بيكون ثابت ما بينزلش كتير. تمام، بتقدر انك انت يعني الاسعار الاكل اللي انت بتصرفه عليها بتلاقي المقابل، بتنتج عندك انتاج كويس جدا، انتاجها بيكون من 5 لـ7 بيضات، بترقد على البيض من 18 يوم ل 21
يوم هتبدأ انك ان هي تشتغل عندك من سن 10 شهور او من سن 12 شهر، وتنتج عندك انتاج كويس جدا طول ما انت موفر لها الامان، معلقه في مكان كويس، القفص ثابت والعش ثابت، ما بتزعجهاش، مش رايح جاي عليها كل شويه تقعد تفتح في العش كل شويه، ما بتقعدش تنقل في القفص كل شويه في مكان، لا القفص يبقى خلاص حطيته في مكان يبقى ثابت، بالذات يبقى ثابت لما يبدا بقى ان هم خلاص باضوا، ما تحركش في القفص ابدا طول ما هم بايضين، ما تحركش في القفص ابدا. بيبيضوا قلنا 5 7 بيضات، بيرقدوا على بيض من 18 يوم ل 21 يوم، وتبدا بعد كده تطلع عندك الزغاليل. انتاج الكوكتيل بيبقى ممتاز جدا، هو والروز من احسن انواع العصافير اللي انت ممكن تربيها عندك وتنتج لك انتاج كويس جدا، هي الكوكتيل والروز. ربي الكوكتيل في الوقت الحالي اللي احنا فيه هتنتج منه انتاج كويس جدا، هتكسب منه كويس جدا. من احسن عصافير الكوكتيل اللي ممكن تربيها اللي هو الكوكتيل اللاتيني، هو لا يعني لا رخيص قوي ولا غالي قوي، هو الوسط دلوقتي في السوق، سعره دلوقتي من 1000 ل 1200 جنيه، اللي كان سعره 300 جنيه بسم الله ما شاء الله سعره بدأ يعلى دلوقتي من 1000 جنيه ل 1200 جنيه. يعني انت لو بسم الله ما شاء الله لو طلع عندك 5 زغاليل، اضرب انت بقى بسم الله ما شاء الله لما يكون الفردة الواحدة ب 600 جنيه، يعني زي الفل. ربي الكوكتيل عندك في البلكونة، ابدأ بقفص واحد مش مشكلة، ما فيش أي مشاكل لما تبدأ بجزء واحد بس، ربنا هيبارك لك فيه، والزغليل اللي هتطلع عندك تبدأ إنك أنت تربيها وتعمل دورة جديدة برضو، هتبص تلاقي بسم الله ما شاء الله بعد كده عندك مزرعة. بشكركم جدا، بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، بتمنى من حضراتكم الإشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.